صباح الخير استاذ. صباح النور. شو ليش مالك بالدرس يا ابني؟ استاذ حضرتك طلبتني. معلش يا ريت تذكرني باسمك. سامر شالاتي بكالوريا شعبي تاني. ايوه هلا تذكرت. شوف يا سامر، انت وضعك بالمدرسه ما بيسر ابدا، وماشي من سيء لأسوأ، وعلاماتك بالامتحان التجريبي مخجله، وغيابك عن المدرسه بدون عذر تجاوز المعدل، وعندك السنه بكالوريا. يعني انت اذا استمريت على الخط اللي ماشي عليه راح اقول لك من هلا انه نجاحك شبه مستحيل، وهذا الشيء راح يضرك لك ويضرنا نحن كاداره مدرسه. استاذ بدي اقول لك انا، انت بتعرف انه مدرستنا بالعاده بتحقق اعلى مستويات النجاح وسمعتنا بالاوج، فنحن ما راح نسمح لواحد مستهتر مثلك يسيء لسمعه المدرسه او يخفض معدل النجاح. يعني باختصار انت بالنسبه للمدرسه ورقه خاسره، وهالشيء ما بيناسبنا ابدا. عفوا استاذ بس انا عندي ظروف خاصه. انا ظروف خاصه هاي؟ كل الطلاب عندهم ظروف خاصه مو بس انت، وكلهم قدروا يتجاوزوا هالظروف، او على الاقل حاولوا ما قدروا. لكن انت بتفوت على الفحص كانك فايت على السيران، يا بتسلم الورقه فاضيه يا بتخربش عليها مثل خربيش الدجاج. استاذ اذا بتريد مو هيك القصه ممكن. معلش معلش ما بدي اسمع مبررات، انا لازم اشوف ولي امرك واسمع منه شخصيا. ولي امري؟ اي نعم. بتخبره انه انا بكره هون عم بستناه الساعه 12. حاضر. واذا ما اجى ولي امرك راح نتخذ بحقك اجراءات قاسيه، ومو بعيدة نطردك من المدرسه. مفهوم؟ مفهوم استاذ. انصرف لصفك. شفت لك الباطنجي واقف على الاسطوح وعم يلولح بايديه، صرخت فيه من تحت: هي شو معجب بطولك كثير انت؟ ليش ما صبيته لهلا؟ قال لي والله عم يستنى المهندس. قلت له ايه صب صب على مسؤوليتي، تضرب بيقول لك المهندس. ايه وصبوا السقف بعدين؟ صبوه، وبكره رح نصب على ضايد البنايه الثانيه. شبه بالعاده لسانه ما بفوت لحلقه. ماما سامر شبك حبيبي؟ ليه ساكت؟ هيك ما في شيء. شايفك مو على بعضك، اذا في شيء احكي. قلت لكم ما في شيء، عم فكر مشكلة رفيقي ماجد. بتقبر قلبي شو حنون، شبه ماجد امي. اليوم المدير ناداله على الادارة وطلب منه احضار ولي امره. وليش بده ولي امره؟ اكيد مقصر بالدراسة. انا من زمان ما برتاح له لهذا ماجد، انت لازم تقطع صلتك فيه فورا. يا وليش لحتى يقاطعوا بقى؟ رفيقه شو بده فيه؟ بعدين كل عنزة معلقة من كرعوبة. بلا ما يتأثر فيه ويصير مثله، لكان قليلة طلب احضار ولي الامر. العمى فضيحة. يا والله لو كنت محل ابوه لماجد كنت دبت بنص اوعية من خجلي. اوعك شي يوم تحطني بهيك موقف، ها قسما عظما بتمر منك نهائيا. ها هلا ابننا نحن مثل ماجد؟ ايه ما شاء الله حوله، اللهم صلي على النبي. شوفوا قديش شاطر، لولا ما بيتحططوا عليه الاساتذه لكان دائما طلع الاول بصفه. باين عليه وعلى قوالبه. قوم بابا قوم، قوم اقرا لك كلمه تفيدك، قوم احسن ما لك قاعد عم تتصفن فينا. يعني ما رضي؟ كمو قصة ما رضي، أنا ما استرجيت أفتح معه هيك كثيرة، حسيت رح ياكلني إذا عرف إنه طالبينه بالمدرسة. دخلك أنت لما طلبوا أبوك الشهر الماضي، شو قلت له؟ ما دري أبي بكل هالقصة. كيف ما دري؟ يعني من كل عقلك رح آخذ له نبي، شو جنيت أنا؟ قلت له المدير أبي مسافر وأخذت له ابن عمتي، وهداك وأنت مساكت، هون حفرنا وهون طمرنا. نيالك، يا ريت عندي شي ابن عم كبير يدبرني. خلص اب سمرة انا بدبرك. شلون؟ احكي لك مع ابن خالتي منير، هذا هوي تمثيل وروح قلبه هيك قصص. يعني بيقبل يعمل حاله ولي امري؟ قلت لك روح قلبه هالشغله، بيركض عليها بايديه ورجلي ومع بوسه ايد كمان. قوم لنشوف فلكن. يلا هلا. اوكي هلا ما ضل عنا وقت. طيب قوم لنشوف، ولا يهمك اذا ما لقينا مدبر لك ولي امر من تحت الارض. كفو. ابو
مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انا رجل الاعمال بسام شالاتي، والده لسامر. يا اهلا وسهلا فيك. شرف شرف ارتاح. شكرا. بالحقيقه نحن من زمان منتظرين هالزياره. معلش بدكم تعذروني لانه ظروف شغلي وعملي ما عم يتركوا لي مجال حتى اجي اطمن على ابني سامر. بصراحه بسام بيك وضع سامر ما بيسر بنوب. هي ورقه علاماته للفحص التجريبي، شوفها واحكم بنفسك. العمى العمى شو ها؟ الله لا يعطيك عافيه فوق تعبك. لك ليش ما عم تدرس ولا؟ لك شو يلي اخذ لك عقلك؟ العمى ضربك ما قبلتك. طول بالك بسام بيك، مو هون مو هون. شو طول بالي؟ شو طول بالي يا استاذ؟ لازم اعرف شو قصته. الله وكيلك ما عم ينقص عليه شيء، كل طلباته مأمنه، مصروفه عدم المؤاخذه قد معاش 5 اساتذه، سيارته احلى من سياره مدير التربيه، عنده مدرس خصوصي لكل ماده، شو بده لسه يعني؟ شو بدك لسه ولا؟ شو بدك؟ اه؟ سودت وشي، الله يسود وشك، سودت وشي، سودت وشي. معلش هدي اعصابك بس عم بيك، شرف شرف ارتاح. بترجاكم استاذ، بترجاكم رجاء شديد اللهجه انه تعاقبوا لهالحيوان وبالطريقه يلي بدكم اياها، وانا مستعد اعملكم تفويض بهالشيء. بسام بيك الموضوع مو موضوع تفويض. لكان ارفعوه فلقه، ارفعوه فلقه بالباحه قدام كل رفقاته حتى يتربى. بسام بيك شو فلقه وما فلقه؟ زمن الفلقات انتهى. بعدين ما شاء الله سامر صار شب والمفروض ما يتعامل بهالطريقه. نحن حبينا نلفت نظركم وبس، وانتم بالبيت تصرفوا بالطريقه اللي بتعجبكم. معك حق، انا بدبره بالبيت. بس ارجوك استاذ بسام بدون عنف مشان خاطري. يا سيدي خاطرك على عيني وعلى راسي، انا رح اتصرف وشكرا كثير لكم. وين استاذ بسام؟ ما شربتوا القهوه؟ معلش مستعجل كثير. ممكن اخذ هالمخطوب معي؟ ماشي الحال ما في مانع. امشي ولا امشي قدامي، ضربت اخلع رقبتك خلع. امشي. ايه بس زودت شوي يعني، اخذك الحال كثير فعلا. اندمجت بالدور تماما وفتت فيه عن جد، وحسيت حالي ابوك عن حق، ولولا شوي كنت رح اسلخك كفين قدام المدير جيب اجلك فيهم. حتى يصير المشهد واقعي اكثر. الله ستر. شو اب سمرة مو ناوي تغدينا؟ ليك المسكين ابن خالتي ناقص كيليان على هالدور. على عيني، احلى غدا لاحلى ولي امر. متر مساء الخير بابا. سامر استنى لقلك، مديركم منين بيعرفني؟ مديرنا؟ ليش وين شفته؟ ما شفته، اتصل فيي بالتليفون وقال بكره بده يقابلني الساعة 10. شو هالحكي؟ وليش هيك ارتعبت؟ ليكون عامل لك شي فصل ناقص بالمدرسة ولا؟ لا 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 ماني عامل شي، شو بدي اعمل؟ لا بس يعني ما في بالعادة المدير يحاكيك بالتليفون يعني. لا وحكى معي بطريقة كأنه بيعرفني فيها من زمان. ايه ايه شو بابا، انت زلمة معروف ومشهور، معروف انت شو هالحكي؟ في حدا ما بيعرفك بهالبلد؟ انت علم بابا علم. انا هيك عم اقول لحالي. برافو عليك، انت ذكي طالع لابوك قفرت لحالك. ايه صباح الخير بابا. انت بخير. سامر. نعم استاذ. قال لك شي ابوك انه جاي اليوم لهون؟ نعم استاذ، ما بقى الا يوصل. خير استاذ، في شي بخصوصي؟ لا لا تخاف، بدي سلمه بطاقه دعوه لحضور مجلس الاباء. استاذ كنت انا بعطيها؟ لا بدي اخذ رايه بعقد هيك مجالس وتعليقه على الموضوع. استاذ في طالب مقاطعه بالشعبيه الاولى. شو الحكي؟ غرفة المدير وين؟ ليتك. شكرا. مرحبا.
اهلا وسهلا. انا ولي امر الطالب سامر شالاتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تحياتي. شرفت. أنا اليوم ما رح أطبخ، جيب معك أكل جاهز من برا. ولا يهمك، مو مشكلة، بس رح أجيب أكل من قريبه. ها يعني يا أما فلافل يا أما فطاير ومناقيش. ليش من قريبه؟ لأنه مثل ما بتعرفي الدنيا آخر شهر مو صفيان معي سيولة. يا ما على بينا في 10,000 بدك تاخذهم آخر هالشهر. امبلا، بس جدول الحوافز لساته عند المدير العام وما وقعه. صلي 15 يوم عم بسمع هالحكي. يعني معقول المدير تبعكم ما وقع الجدول لهلا؟ ايه انا بعرف، خليها لله احسن شيء. طيب فهمني شو القصة؟ ليش كل هالقد معقدة؟ يعني ما حلك تعرفي طبع مديرنا؟ هو صحيح آدمي وطيب، بس مشكلته انه خويف كتير وجبان ومو صاحب قرار. يعني كل شغلة بتفوت لعنده بتعس عنده عسيس مدة طويلة، ولما بيوقعها بيوقعها وايده عم ترجف من خوفه من المسؤولية. واكره شيء عليه الحل والربط. ايش هو هالمدير العام هاد؟ هيك شغلات لازم يوقعها على العمياني، ما بدها تبيت استخارة. معك حق، الإدارة ما بتلبق لمين ما كان، والكرسي بده مين يعبيه؟ يعني بصراحة مديرنا العام مو معبي مركزه منوب، وهالكرسي مبهبط عليه كتير، لأنه تشتوش وخروق ونظامي زيادة عن اللزوم. وليش ما بيغيروا لكم يا؟ ليش ساكتين عليه؟ هو من جهة التغيير في ريحة تغيير، وطالعة هالإشاعة عليه من زمان، ومشان هيك كل ماله عم يزداد حرص وتخوف يوم بعد يوم. بتصدقي إنه البريد العادي عم يطلع على مكتبه 7-8 أيام حتى يوقعه؟ إيه لأ، لهالدرجة؟ مثل ما عم قلك، يعني مركزي كمدير قسم مبيعات ولجان شراء في مسؤولية أكثر من مركزه بمئة مرة، وما بيطلع البريد على مكتبي أكثر من ساعتين بس. إيه طبعاً، لأنه أصابيعك مو مثل بعضها. بعدين انت خبرتك مانا قليلة، وانا بتصور انه الخبرة بتلعب دور بهالمجال. ما بقلك لا، الخبرة ضرورية، بس كمان الجرأة والاقدام واتخاذ القرار المناسب وبسرعة ضروري اكتر، لانه في مصالح خلق وعالم ومصلحة عامة بدها تمشي. على كل حال انا رح اتأخر على شغلي. بدك شيء قبل ما امشي؟ لا سلامتك، بس لا تنسى تجيب الغداء معك. لا ولو معقولة، تكرم عينك، خاطرك. مع السلامة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ألف مبروك أستاذ، قسما بالله كلياتنا فرحانين لك وكل أهلك. والله أنت أهلا يا أستاذ، ألف ألف مبروك. أنت أهلا وأهلا. شو القصة يا جماعة؟ فهموني خير، شوفي على شو عم تبروني؟ اجتني شي مكافأة يعني؟ ولو يا استاذ منصور، لايمتى بدك تضل مخبي علينا؟ صدقوني ماني فاهم هالشي، شو بدي اخبي يعني؟ اليوم طلع تكليفك بتسيير امور المؤسسة، يعني صرت مدير عام بالوكالة. انا صرت مدير عام؟ اي نعم، واليوم وصل قرارك من الوزارة وبتوقيع الوزير. اما هالقصة فعلا غريبة. يعني عن جد ما عندكم علم استاذ؟ لا والله يا ابو فايز. طيب المدير العام السابق وينه؟ طار. لوين طار؟ لبيت خالته يعني؟ لا على بيته. شرف استاذ، شرف على مكتبكم. هيك دغري؟ طبعا دغري. شرف شرف. Thank you.
الو نعيمة مرحبا، سمعيني كلمة مبروك من تمك. الحمد لله. ان شاء الله ألف مبروك يا حبي. الله يبارك فيك يا رب. هلا معقول انت ما كان عندك علم انه بدك تصير مدير عام؟ مو ما عندي علم، بس هالشغلة كلياتها ما كانت خاطرة على بالي نهائيا. يو بصير يعني يعينوا موظف في منصب كبير بدون ما يسألوا رأيه؟ بصير، وليش لحتى ما يصير؟ بعدين مين يلي رح يرفض المنصب والعز والجاه؟ مين؟ أنا غبي هاد؟ لا حبيبي، مو مسألة غبي ولا ذكي، بس بجوز هالإنسان اللي عينوه بمنصب كبير بدون ما يسألوا رأيه بالتعيين بجوز يحس إنه هالمنصب كبير عليه أو مبهبط أو ما نؤد هالمسؤولية. دخيلك أنت التانية، ليش فكرك المناصب بدها مؤهلات خارقة؟ صدقيني إلى المنصب هو اللي بيدعمك، هو اللي بيخلي الإنسان فهمان مهما كان عدمان. صدقيني لما قعدت ورا طاولة المدير العام نفسيتي تغيرت وحسيت حالي بكوكب تاني وشعرت بالغطرسة. وهالحكي ما بقوله لحدا بس إليك لأنك مرتي. طيب إذا رفضت تعيينك بيساولك شي؟ وليش لحتى أرفض؟ فهل الله ولا فالك؟ مثلاً، عم بقول مثلاً. ليك والتانية؟ يعني حدا بيرفض النعمة؟ لك شبك انخفقت هالخفقة؟ عم بقلك مثلاً، يعني هلأ إذا الشخص اعتذر عن التكليف بيزعجوه ولا بيقبلوا اعتذاره بالمعروف؟ شو بدهم يساولوا يعني؟ أي انمحي، ما في شي بيصير بالزور. شو وين فكرك عايشين نحنا؟ بغابة؟ متأكد؟ طبعاً متأكد، بس صدقيني ما صارت هالشغلة أبداً. اسمعي، بزمانه من زمان كتير يعني، رفيقي عبدالله اللي كان معي أستاذ ثانوي بنفس المدرسة لما صار وزير التفريغ والاستطلاع ما دري إنه صار وزير إلا من سمانه الحارة تبعه. يو شلون صارت هاي بقى؟ يلي صار إنه أخو السمان يشتغل حاجب بالمجلس الوزاري وهو يلي سمع الخبر وهو يلي نشره. المهم يعني رفيقك رفض يستلم الوزارة؟ لا شو رفض؟ الرفض قال أتتهم قادة تجرر أذيالها، شلون بده يرفض؟ طيب وشو بيفهمه هو بهالشغلة؟ يعني شو مؤهلات أستاذ الثانوي لحتى يصير وزير؟ يعني قلة كفاءات بالبلد؟ أخذ شهادة جامعية، شو كفاءة أنت تانية؟ لك ما بقصد بالكفاءة يعني شهادة الإعدادي، اللي بقصده أنه مهما كان اختصاص أستاذ الثانوي سواء كان علمي ولا أدبي ما رح يقدر يدير شؤون وزارة. بس لو كان استاذ جامعي أو دكتور بالجامعة يعني معتق ومخضرم بنقول فيها وما فيها. المهم هلأ يا نعيمة شو بدنا بهاللعي؟ عم قلك هالشغلات بتصير، بعدين تعال قلك ليش كل هالقد مستوطي حيطي انتي ومالي معبي عينك وعم ترميني بحجارك وكأني ما بفهم شي ومثل الأطرش بالزفة؟ صدقيني يا نعيمة ما كان يطلع قرار من عند الوزير إلا وتأشيرتي وشرحي موجودين عليه وعلى الحاشية كمان. بجوز، بس يعني أنت جوزي وأنا أعرف الناس فيك، يعني ما لقوا غيرك لحتى. ولك حبيبتي هاي سياسة عليا، عليا تفهمي أنت بالسياسة العليا شي؟ لا أنا ما بفهم لا بالسياسة العليا ولا السفلة. بس كأني ملاحظ أنه بدك مني أرفض هالمنصب. لا حبيبي ما بدي اياك ترفض المنصب، بس بدي اياك تحول. هلا خلينا رايقين يا نعيمه وباركي لي من قلبك. وبعدين انا لا تواسطت ولا نقرت بواب، العز لحاله لحقنا بدون ما نلحقه. قل له كش اضرب اكسر رجله، قل له فرقنا بريحه طيبه. اي ما صارت ولا بعمرها رح تصير. هلا بعمرك سمعتي انه وزير استقال طائعا مختارا معترفا بامكانياته الضعيفه؟ إيه ما بتصير ولا بالأحلام، كله ما شاء الله كان عليه بيقدر يجيب الزير من البير وما حدا بيعترف بالعجز إطلاقا. وبركي عم تجي الأوامر من اللي أعلم منه وهو اللي ما عم بيشتغل شي. لك هلأ شو بدنا بهالقصاص؟ خدي المسألة بالرواق وخلينا بحالنا، شو بدنا بغيرنا؟ حاضر تكرم عينك، بس أوعك تفكر إني رح مرق لك ياها هيك. كيف يعني؟ يعني إنه تضحك على عقلاتي بهيك غدا متواضع. متواضع؟ قصدي الحلوان لازم يكون شغلة محرزة كبيرة، يعني اسوارة تقيلة طوق. آها هلأ فهمت عليكي، تكرم عينك من عيني، بس مو هلأ ليجي قرار التثبيت تبعي. شو يعني ما فهمت عليك؟ ليش انت لهلأ ما صرت مدير عام؟ مدير عام بالوكالة تكليف يعني. ايه
شو ايه؟ يعني لازم يطلع قرار تثبيتي لحتى صير مدير عام رسمي. وامتى بيطلع هذا القرار؟ والله علمي علمك، هيك امور بتقدرها السلطات العليا بالبلد. يعني في قابل ما يطلع هيك قرار؟ ما بظن، بس ممكن يتأخر شوي. ايه الله يكملها معنا ويجيب لنا خبرك، قصدي يجيب لنا قرارك بسرعة يا رب. بكون الصراحة يا جماعة، اختيار الأستاذ منصور لتسيير أمور هالمؤسسة شغلة مدروسة على التمام وضربة معلم. بالفعل، لأنه الأستاذ منصور بيملك كل مواصفات مدير، خبرة وفهم وشخصية إدارية. هذا بالإضافة إنه جريء وصاحب قرار. إيه بس إن شاء الله ما يتأخر قراره. ولو تأخر مو مشكلة، طالما كل الصلاحيات بإيده فموضوع التثبيت صار شيء ثانوي. بالفعل، خصوصي إنه في كتير مدراء عامين بالبلد صار لهم أكثر من 10 سنين ولساتهم على قرار تكليف وما تثبتوا لهلأ. وأهم شيء مطلوب من الأستاذ منصور إنه يبت بالأمور والقرارات المعلقة من أيام المدير السابق. لا أنا من هالناحية كتير متفائلة، خصوصي موضوع صرف الحوافز وضم الخدمة وتعديل لجان الصرف، أصلاً هو كان من أشد المتحمسين لهالموضوع قبل ما يصير مدير عام. أختي كل شيء بيصير، المهم أنتوا تركوه على راحته كم يوم، لا تستعجلوا عليه طلباتكم، خلي يرتب أموره وتاخد إيده على المنصب، وبعدين لكل حادث حديث. مدام إنصاف، شو رأيك نقدم مشروع تعديل لجان الشراء والصرف للمدير العام؟ الله يسامحك، مو لحتى يلقط نفس بالأول. يعني كم يوم بده يلقط نفس؟ هاي إله أسبوع تماماً وهو عم يستقبل المهنئين والمباركين، أي حاجة بقى يعني هلأ صار وقت الشغل. إيه والله معك حق يا أبو فايز، لأنه في كتير أمور جامدة بهالمؤسسة ومنتظرة بس تعديل لجان الشراء والصرف. مو هيك؟ أنا عم بحكي من شان المصلحة العامة، مو من شان شي تاني. أصبح اتكل على الله وقدم له هالمشروع، وأنا متأكدة إنه رح يبت فيه بسرعة. وما أحلى ما يبت فيه بسرعة. إيش نسيتي إنه المشروع اشتغلته أنا وياكي وهو قبل ما يصير مدير عام؟ لا مالي نسياني، بس بجوز هلأ يكون فيه إله وجهة نظر تانية. يا ستي إذا كان إله وجهة نظر تانية بناقشنا فيها ما في مشكلة، أصلاً هو من حقه يكون عنده وجهة نظر خاصة فيه. طيب ماشي الحال، اتكل على الله. يا أبو فايز افهم علي، الله يرضى عليك، أنا ما إلي لا وجهة نظر خاصة ولا وجهة نظر عامة، كل ما هنالك بدي تأجل لي هالموضوع شوي. بس عفوا أستاذ، أنا ماني شايف أي مبرر للتأجيل، خصوصي أنه حضرتك كنت من أشد المتحمسين لهالمشروع. بعدين ما بخفيك أنه اللجان القديمة عفنت ونخرها السوس وبطل مفعولها ونعرف خيرها من شرها، وشفناها فوق وشفناها تحت، وصار التغيير ضروري يا أستاذ، لازم رياح التغيير تهب على هالمديرية لحتى نحس بالفرق ويتغير علينا الطقس شوي. معلش أبو فايز معلش، أنا اللي بحدد هالشي، بعدين أنا عندي بالشغل أولويات وهذا المشروع مو ضمن الأولويات. بقى الله يرضى عليك احفظه عندك للتريوس. مثل ما بتأمر أستاذ. طيب بخصوص أمر الصرف شو نعمل؟ أنو أمر صرف؟ ليش ما دريت أني وقفت كل أوامر صرف؟ لا والله ما أدري. وقفتهم لأنه أنا بالوقت الحاضر يا أخي ما بدي وقع على أمر صرف. بس أمر الصرف هذا ضروري يتوقع يا أستاذ، بعدين هذا مرفق بموافقات رسمية من المدير السابق، وغير هيك المدام إنصاف دفعت من جيبتها للورشات يلي ركبوا البلور الجديد للمكاتب. ماشي الحال، وين أمر الصرف؟ ليك أستاذ وفي كل الموافقات. وين الألم الأخضر؟ شرفوا أستاذ. يحول إلى الشؤون القانونية للتريث والدراسة وإبداء الرأي. شرف. طيب ليش ليحولوا لشؤون قانونية؟ يبدو انه متخوف شوي من التوقيع. ايش هو بده يوقع على طلاق ستو؟ بعدين انا مالي مجبورة ادفع حق بلور مكاتب عن الحكومة. اسم الله، قال ظنيت حالي قضي غرض مشان ما حدا يفوت على الغرف من الشباك المكسور. تاري هالمدير ما بده يتصرف بشي ولا نسائل عن شي.
خلينا نعطيه فرصة لبين ما يتمترس على هالكرسي ويفهم هو الشغل. شو هالحكي هاد؟ معقولة يعني؟ بس أنا موضوعي مانو محرز ونظامي 100%. خلاص بكرة الشؤون القانونية بتشرح له هالشي. شو هالكتاب؟ موافقة سفر سيدي. موافقة سفر؟ طيب ماشي. وين القلم الأخضر؟ عفواً سيدي ليه؟ للحفظ والتريس. ماشي. وهذا شو ها؟ طلب ضم خدمة. أيوة. يحول للذاتية لبيان الرأي. إيه بس الذاتية سيدي حاطة حاشية وفيها اقتراح بالموافقة ليك هون. أيوة. أصبح يحول للشؤون القانونية لبيان الرأي. عدم المؤاخذة سيدي، الشؤون القانونية ما عندهم مانع. أصبح خلينا نترياس. للتريوس. للتريوس. وهذا شو؟ طلب لإصلاح سيارة نائب المدير. أيوة. طيب. يحول للقسم المالي لبيان الإمكانية. وهالكتاب شو؟ جدول الحوافز الإنتاجية. هلأ وقت الحوافز هلا للتريوس. وهذا شو؟ هي طلب إجازة بلا راتب. أيوة بلا راتب. ماشي. يحول حسب العائدية. وهذا شو هاد؟ هي طلب شراء طاولة لأمين المستودع، لأنه الطاولة القديمة سيدي مهرهرة ومقوصة وصايرة مثل دف اللحام. مع عدم الموافقة. مو وقت الطاولات الجديدة هلا. طاولات جديدة. وشو هالكتاب؟ ليش هالتسميك كتير؟ هي طلب تغيير الحنفية بالطابق الأرضي. ليش شبه هالحنفية؟ سيدنا عم بتنقط من أيام المدير السابق. ركبوه لجلدي. ركبنا سيدي ما مشي الحال. الحنفية مشعورة ولازمة تغيير. سمكوه للجلدي. سمكنا كتير سيدي عبس. ماشي الحال. أصبح تحول إلى القسم الفني لإبداء الرأي. في شي تاني بده توقيع؟ لا سيدي هذا البريد كله. يعطيك العافية. الله يعافيك. ألو مرحبا نعيمي. شو؟ شايفك يا وائل تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يعني ما وقع على شي؟ تعدمين. أوف وشو السبب يا ترى؟ عم بيقولوا إنه مو ناوي يوقع على شي قبل ما يطلع قراره، لأنه المسكين حاسس بحالة انعدام وزن، وإذا ما طلع قراره بده يضل ريشة بمهب الريح. شو هالحكي؟ يعني إذا ما طلع قراره منضل هيك؟ ما في غير إنه ندعي لربنا حتى يطلع قرار تثبيته بسرعة وتتحلحل أمورنا بقى. القريضة تقرضنا على هالقصة. ما بيصير هيك منصور. أنا وعدت لأختي لا تخجلني قدامها. ومين قال لك توعديها قبل ما تشاوريني؟ ما بيصير تقطشي وتلحشي على كيفك يا نعيمة. شو شغلة فوضى يعني؟ قلت لحالي شغلة بسيطة ما بدها مشاورة. بعدين معقول انت مدير عام اضرب واطرح ما تقدر تعين مستخدم عندك؟ بعدين انت قلت لي بعد ما تلسالك انه لازمكم مستخدمين بالمديرية. انا بقدر عين مستخدم مو شيت اني ما بقدر. بقدر عين 100 مستخدم اذا اقتضى الحال، بس بالوقت الحاضر مو ناوي مد ايدي على شيء اطلاقا. وعدم المؤاخذة يعني بدك تعتبريني مدير عام مع وقف التنفيذ. شو يعني ما فهمت عليك؟ يعني بصراحة أنا مجمد كل شيء بهالمديرية من هلا لحتى يطلع قرار تثبيتي. ليش بقى؟ طبعا لأنه بخاف يوجهولي أي ملاحظة أو أي مسائلة. ولا تنسي أنه أنا هلا العيون مفتحة علي 10/10 وما بدي أغلط لي شيء غلطة تقوم توصل للجهات العليا أو تتفسر على أني غير كفء لهالمنصب وتضعف ثقتهم فيه ويصرفوا نظر عن تثبيتي.
يعني من لا يعمل لا يخطئ. ها ها، وانت قلتيها بلسانك، من لا يعمل لا يخطئ، وانا لا بدي اعمل ولا بدي اخطئ، يعني ليش لنام بين القبور وشوف منامات موحشه؟ بكره بعون الله بيطلع قراري وبعرف ليلي من نهاري. نقطه، انت غيري لي السيره اعملي معروف. شو يا جماعه، في شي اخبار جديده؟ قولي صباح الخير بالاول. لك صباح الخير، طلع قراره؟ لا ستي اطمني، ما طلع شي لسه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخرته يعني؟ طمنوني قبل كل شي، طلع اليوم قراره ولا لسه؟ صباح الخير. طلع قراره؟ لا لسه. شوف استاذ، هي امر الصرف رجع بالشؤون القانونيه ومكتوب عليه لا مانع قانوني من صرف المبلغ. هيك كاتبين؟ ايه مو مشكله. وين القلم الاخضر؟ ليكو ليكو استاذ. يحول الى هيئه التفتيش في الوزاره لبيان الرأي. بس يا أستاذ الموضوع ما بقدر يا أبو فايز، ما بقدر يا أخي، بخافي بهدلوني من فوق. لك يا جماعة، هالحنفية اللي عم تنقط لإيمتى تضل هيك؟ لا يطلع قراره. شرفوا سيدنا، رجع أمر الصرف من هيئة التفتيش بالوزارة. عظيم جدا، وشو كاتبين عليه ترى؟ كاتبين عليه لا مانع من صرف المبلغ المذكور. عظيم كتير، وبهالصورة صارت أمورنا قانونية 100%. يا سيدنا هي من أول قانونية 100%. بس بشرفي معك حق يا سيدنا، لأنه الاحتياط واجب، أحسن ما تتبهدل من فوق. ها شفت مع أهلاك؟ وين الـ القلم الأخضر سيدنا؟ للتريوس. يا جماعة هاتوا بشارة. طلع قراره؟ يعني ثبتوه أخيراً؟ لا، لكن شو؟ حلقوا له على البيت. شو هالحكي؟ ومين حطه بداله؟ أبو فايز، وطلع قرار بتكليفه بتسيير أمور المديرية. ها؟ هذا الحكي اللي بينسمع. أبو فايز أبوها للشغلة. يا جماعة بكرة فطوركم على حسابي. إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا مدام انصاف. استاذ بتصور امر هالصرف بقى حاجته، يعني بصراحه عسعس كثير، ما هيك؟ معك حق يا انصاف، هاتي المعامله لشوف. تفضل. وهي مرفق معها كل الموافقات المطلوبه بما فيها الشؤون القانونيه ولجنه التفتيش بالوزاره. عندي علم يا مدام انصاف، عندي علم. بس وين حطيت القلم الاخضر يا ترى؟ ليكو ليكو تحت الظرف استاذ. ها مظبوط. تحول الى الديوان للتريث. شو للتريث؟ كيف استاذ الله يخليك؟ هالامر الصرف هذا صار له عم يتريث عهدين بحالهم، يعني مديرين عمين وحضرتك الثالث. معك حق يا انصاف، راح اعدل لك الملاحظه. الى هيئه التفتيش المالي العليا لبيان الرأي. بس يا أستاذ ما بقدر يا إنصاف، ما بقدر أعمل غير هيك، بخافي بهدلوني من فوق.